كلمني ويتصل بيا كتير، ما رضيتش ان انا ارد عليه. في الاخر عملت حوار ان انا معلش عندي مشاكل وبتاع، وان انا قاعده في مكان فيه كذا كذا، عملت عليه حوار يبرر، بس كنوع من نوع الذوق يعني. انا سايباه من 10 الصبح بيرن للعصر يعني، عملت عليه حوار بس علشان ايه يعني، وانا عند الحرج. فلما رحت عرض عليا الجواز واصر، وقعد يتصل بشيخ اسمه عبد الله. عبد الله دوت يبقى قريب ايمان عبد العليم اللي في اسكندريه، اللي هي شريكته ومراته، ودول بيعملوا بقى الحاجات دي مع بعض. فكان على علم متواطئ بكل معاهم التفاصيل اللي هو بيعملها طبعا، وهي اصلا بتقابل الضحايا دي يعني، قابلتني وقابلت بنت جايه من سويسرا، وكان بيتكلم كل البنات، وكانت ليها دور اللي هي بتيجي ما بتعرفش الناس ان هي مراته الاول، تقول لي انا ده انا شغاله معاه، لا ده انا طليقته، لا ده انا كنت ما اعرفش ايه، لا ده انا عنده في المكتب، لا ده انا بساعده في توضيب الشقه، بشتغل له خدامه يعني، لا ده انا بعمل شاي وقهوه للحالات اللي بتجيله. قال يعني ده بقى يعني بيتها ده كان بيتقابل فيه البنات، والكلام ده طلعوا هم نفسهم يعني اعترفوا على بعض في منصة من على اليوتيوب، وكل الضحايا دول اتواصلوا معايا وحكوا لي نفس القصص. بالعكس ده هم قالوا حاجات الضحايا اتكسفوا يقولوها لي. فطبعا لما لقيت بقى الموضوع خلاص بقى احنا يا قاتل يا مقتول، ما سكتش. فلما طبعا جالي البيت وحاولت ان انا يعني اخلع منه، فعمل عملته بالطريقه اللي هو شايف ان هي دي اللي تنفع، لان ده ما ينفعش يخش بيت ناس عاديه كده وياخد منهم ولاد ناس يعني، ده يقابل واحده زي ايمان زي هدى حاجات شبهه كده، يعرف يتعامل معاهم ويشغلهم لحسابه. تفاصيل المواجهه بقى بينك وبينه، ولما بدات بقى تواجهيه وتطلعي للعنب وتتكلمي في السوشيال ميديا، او تتكلمي بقى في المحاضر وقسام والكلام ده كله؟ لا انا ما شفتوش من قبل ما اطلع من الميديا بكتير. ما قابلتهوش؟ لا ما قابلتوش طبعا، ولا يشرفني قبل. هو في كان في قاعده عرفيه كده كانت معموله في البحيره، الناس تبعهم هم كانوا جايبينهم، ووافقت بيها لسبب واحد بس، ان انا عارضيه قدام الناس اللي هو جاي هو ومراته. وهو في القاعده العرفيه دي اعترف ان هو ما اتجوزنيش، واعتقد ده متسجل على فكره، القاعده العرفيه دي كلها متسجله، بس هتطلع ان شاء الله في المحكمه. هو بيقول ان هو انا مراته، وفي قسيمه في عند المأذون، لا عند المحامي، لا عند ما اعرفش مين، لا معانا شهود، لا مش عارف، وكلام كده كله متناقض مع بعضه، وهو يعني ما علينا. فطبعا في القعده العرفيه دي اعترف ان هو واخد مني الفلوس، واعترف ان هو ما اتجوزنيش، وان هو حصل بيني وبينه الكلام دوت فعلا، واهله كانوا عارفين، ابوه عشان يسكتني عرض عليا ملايين، طب اكتب رسمي، طب نعمل، طب ما فيش، اهله كلهم متبريين منه، اسمه ده يعني كل الناس خلاص يعني، هم تقريبا رافعين عليه قضيه عشان يشيل اسمه اللي ما يعني ما يستاهلوش، اسم واحد زي اللي هو الشهره بتاعه ده احمد زرت ده، هو ما يستاهلش ان يبقى الاسم دوت فيه. كل الناس عرضوا عليا ان انا الصلح، وعرضوا عليا ان انا اخد حقي فلوس، وان انا اسكت او اخد حقي ورقه ويكتب ويطلق او الكلام ده، انا رفضت كل الرفض من اي حد، وكل الكلام دوت مسجل، وكل الكلام ده كان بنزله على صفحتي اول باول، علشان ما حدش يقول انا بقول كلام وخلاص وبكذب والكلام ده، انا كل كلامي مسجل ومثبت بتواريخ وكل حاجه يعني. وموقف بقى اخته، كنت بتتواصلي مع اخته، كان بيطلع طول الوقت بيكذبك وبيقول لا وان الكلام ده كذب، وان هي كانت بتضحك على اختي والكلام ده كله، كان بيطلع على السوشيال ميديا عندي. بصي انا هقول لك على حاجه، موضوع اخته دي، هي بنت صغننه كده عاشت معايا بقى كل المعاناه اللي هي اللي انا عشتها معايا من اول ما دخل حياتي لحد ما خرب الدنيا وسرقني وخرب الدنيا هو ومراته واهله. وكانت بتشوفني لما كنت بروح عندهم البيت، وكانوا بيشربوني ايه وكانوا بيعملوا ايه، فهي البنت صغيره فلسه ما توسختش زيهم، ما خدتش الوساخه بتاعت ابوهم واخواته. فانا صعبان عليها، فشافت قد ايه انا يعني اتبهدلت معاهم، انا واحده كنت داخله يعني زي الفل، فجاه بيشيلوني زي الميته، فجاه بروح مستشفيات مش عارفه انا فيا ايه، واتبلت واتمرمطت واتبهدلت وخسرت كل حاجه. فهي كانت فضلت على تواصل معايا من باب اللي هي عارفه ان انا قد ايه مأذيه. هما بقى قعدوا يقولوا لا دي بتوصل لك كلام، بتعمل لك حاجات، بتقول لك حاجات، توصل لك كلام، بتقول لي حاجات ايه؟ انتوا نفسكم اللي كنتوا ما شاء الله تهديدات، مساومات، اعترافات، كان كله مسجل عندنا، عمري ما نزلت لها اي حاجه تخصهم. وكل الحاجات دي كانت، هقول لك على حاجه، هما قاذين ناس كتير جدا، وناس جيرانهم وناس قرايبهم، واكلين ورث ناس اولاد عمامهم وبتاع، فكل الناس في ضغينه من ناحيتهم،
وهم كانوا طول الوقت مهددين بانا عم فلان وعم علان وخالي ترتان وابن خالتي معرفش ايه ومين فين ومين ايه وعلاقات. وهو لما قبل ما انا اظهر على الميديا واقول بيته ده ما كنتش تعرفي تخشي من اوله لاخره من كميه العربيات والعلاقات والناس والرتب يعني. فانت مين علشان يجي لك كل الناس دي؟ يعني انت مين بتعمل ايه؟ انت لا دكتور ولا مهندس ولا متعلم حتى، فانت ما فيش غير انك انت ساحر وانسان يعني كافر بالله. فطبعا ده كان بيخوف الناس كلها انها تطالب بحقها او تقف له في اي موقف. فانا بقى يعني ايه عارفه اللي هو خسرني كل حاجه، ما بقاش عندي حاجه خلاص يعني ابقى عليها. فهو وصلني للدرجه دي، حاولت كتير ان انا اعمل له ستوب، خلاص كفايه خلاص كفايه كفايه لحد كده مفيش. فلما حصل موقف بيني وبين حد، طبعا مسكوا البنت دي اخت دي الصغيره، مسكوها ضربوها وكسروا لها ايدها ورجليها وراسها وبهدلوها خالص، مع ان البنت مالهاش ذنب في اي حاجه من كل المعلومات اللي كنت بعرفها. حتى وهو داخل وهو خارج وبتاع، اهل البلد هم اللي بيصوروه وهو داخل وهو خارج وانا اعرف.